هي عشان كده اللعبه دي انا قبل ما ادخلها خالص سالت، قالوا لي احنا يعني الاتحاد الدولي اخذ اللي هو الدكتور عمرو علواني اخذ موافقه من الاتحاد الدولي ان في زي اسلامي حتى في البطولات الاندور كانوا مانعين الحجاب في اللعب، بس دلوقتي ما في التصريح ده معانا الحمد لله، وعشان كده انا مكمله فيها. انا بابا حاسه ان انا غريبه في وسط المجموعه، بس حتى ولو البنت اللي بتلعب معايا كمان مش بتلعب بمايوه، حتى وهي مش محجبه مش بتلعب بمايوه، فاحنا كمصر زينا يعتبر اسلامي شويه، حتى لو احنا مش محجبين مش بنلبس مايوه. لان الموضوع اسهل علشان كل فريق حتى مش محجبات بس مش بيلبسوا يعني. مش بيلبسوا بنطلون وتيشيرت، بيلبسوا شورت بس مش مايوه، وبيلبسوا تيشيرت نص كم عادي مفيش اي مشكله يعني خالص. لو كان معاكي واحده في الفريق لابسه مايوه كان ده ممكن يأثر على تركيزك؟ لا خالص الفكره مش ان انا عندي في الفريق لكم دينكم ولا دين. احنا عايزين نظهر نقول لهم فعلا ان افريقيا فيها ناس ممكن تتطور، انما مش ناس رايحه تأدي واجب وخلاص، او ناس رايحه عشان هي وصلت اولمبياد فلازم تروح، رايحين نعمل فعلا اسم لنفسنا على الاقل، لو شافونا يقولوا بعد كده الناس دي ممكن نخاف منهم.